خلي راح نروح القادوس ما تنفش تسمع مني ما ادري القادوس ربيع العمر بارك الله فيك ابو قيس يا مرحبا غزي ثقة في لحية زرنا في هنا درا كاين جات تما درنا تجربة أول مرة ماكينة بعشرة القطارات ديال درا من نوع السات بوس نجحت العملية عاودت ثاني الماكينة الثانية أربعة بوس في خمسة القطارات العملية الثالثة ركبنا ثلاثة بوس ستة بوس لا هذه ركبنا أخيرا ركبنا فيها ستة بوس في مساحة ديال 20 قطار نعم المنطقة كتوجد هنا فين الملوحية في منطقة حتسوان الحمد لله العملية الأولى ركبناها وتبعناها مع العملية ديال السقي والري لمدة 40 يوم كانت العملية مزيانة هاو طلب لينا المستثمر الفلاح العملية الثانية ديال الجهاز الثاني ركبناها توا خدمة ثانية الحمد لله ثاني اليوم ركبنا الثالثة كانت الدرة ناقصة فاش تركب هذا الجهاز غيرت الدرجة ولا الدرجة ديال الملوحية هابطة والإنتاج جيد نعم هو ركب جهاز اول على السابوس نعم العشريه وبين العمليه ديالو الكفاءه ديالو يعني انتم ركبتوا الجهاز الاول عملتوا به التجربه وخدم مزيان عاود درتوا يعني الجهاز الثاني دابا الحمد لله يعني الجهاز الثالث يعني الحمد لله يعني كاين نتائج ان شاء الله يعني مزيانه قال الجهاز الثالث ركبناه على 10 هكتارات لمده 20 يوم ما بين العمليه الاولى ديال الجهاز الاول والثاني عاود طلب ليا ثاني الفلاح الجهاز الثالث ركبنا ليه على 10 هكتارات والارض فيها الملوحيه على 5 الكرام 4.5 الحمد لله دابا الدوره راه دايزه مزيانه الحمد لله والفعاليه ديال هذا الجهاز راه مزيان مستحسن يعني الانتاج يعني بمقارنه قبل ما ديروا الجهاز والانتاج دابا زيد الانتاج ناقص كان ضعيف دابا الانتاج مزيان مزيان دابا الانتاج دابا مع الجهاز الكبير تحسن حصل الدوره دابا وغادي ندير شي حاجه ثانيه ديال الماريشاج نحاول نشعل ثاني باش ندوزو هاد التجربه ونركبو شي حاجه من ناحيه الخضار يعني حنا اللي عارفين ان عندكم مجموع اراضي هنا ديال 500 هكتار هي 500 انت ما شاء الله يعني بصدد تركبوا لهاد 500 هكتار كامله هاد الجهاز دابا راك المهم دابا اللي راكب في هاد الجهازات ثلاثه تقريبا ما يساوي 60 هكتار تبارك الله ما بين الاول وبين الثاني ثلاثة ان شاء الله ولكن باقي الاراضي خاويه وباقا شي باقا شي محلات اللي فيهم الملوحيه تم غادي تكون الجهازات نعم غنداركم ان شاء الله ذاك الماريشاج باش نجربوا الماريشاج نعم دابا هي دوره البقر وان شاء الله غادي نستطيعوا وبالنسبه للجهاز اللي ركبته اللي دار في يعني بالنسبه للبقر البقر مزيان بقر الحلو نعم مزيان الحلو مزيان كيركب وكميه الحليب زادت كتزاد الحلو الى ركب جهاز الحلو كيولي مزيان نعم. كيتزاد الحلو والبقر يعني الحليب كيتزاد الانتاج ديال الحليب كيتزاد والصحه ديال البقر وهذا كتكون مزيانه كتكون احسن كتحسن من ناحيه الادويه اللي كتعطاها مال البيطاريه كتحسن على واحد المده ديال من الفلعول اللي كان كيستحسن وكيداوي على 10 ايام 25 يوم بالبيطاري نعم. دابا راه 20 يوم وشهر عاد باش كيعيط لها شي بيطاري ربما ما كاين البقر اللي ما كي الحمد لله هادشي كيبشر بالخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله.